ايوه مين؟ مين؟ انا عمك. مين؟ عمك انا. اتفضل اتفضل تعال يا عمال. الحمد لله كويس. صلاه النبي عليك. اخليك يا عامل يا ولدي. الحمد لله. يا اخبارهم؟ عيالك رايقين؟ كويسين الحمد لله. تمام الامور؟ تمام الحمد لله. فين النفحه بتاعت كل اسبوع؟ والله ما عارف اقول لك ايه. يعني اديني النفحة يا ولدي. انت انزه واحد انا بشحت منه. اديني النفحة. خل امشي خالك. روح الله يسهل لك. ها؟ روح الله يسهل لك. 20 جنيه؟ ما انت ما كل بتديني 100 جنيه كل مرة. ما اقول الحمد لله. الدنيا غير الاول دلوقتي. ها؟ الدنيا غير الاول. ما انت ولدي بتديني 100 جنيه كل اسبوع، ليه خليتها 20؟ معي دلوقتي زي ما انت شايفها ولدي عيان جنبيك نايمة. تمام. ما كنا عيانين احنا. ومعي العيال دخلوا المدرسة وفي دروس خصوصية. تمام. والظروف غير الاول برضو. يعني انت هتعلم عيالك على حسابي؟ خد خد. ايه ده؟ خد خد وتوكل على الله. لا لا انا معاي شمسي كثيرة. ما فيش فينو؟ يعني بقول لك مش عايز اقول لك كلمة انا عشان خاطر الواحد خلايق ودايقة. مش عايز يقول لك في كلمة مش في مكانها. يعني انت شحات وعينك فارغة. بنقول لك اللي موجود عندنا هولة. ما انا ولدي معاي الشمس كتير. الموجود عندنا هولة كمان بتجلى عايز فينو. ما شوفني رغيفين فينو. قلنا لك العيال دخلت المدرسة خصوصية. ايه جايب ال 20 جنيه يا ولدي؟ انت ما بتديني 100 يا اخي. يعني انت دروس خصوصية هتعلم عيالك على حساب انا؟ طب اصبر بعد اذنك. طيب بعد اذنك قوم توكل على الله. قوم توكل على الله. قوم توكل على الله. قوم. طب دقيقه بس. قوم توكل على الله من جنبي. خلاص بس. طب هات. قوم يا عم. مش حديك. قوم مش حديك. قوم توكل على الله. قوم يا عم توكل على الله عشان انت اصلا بدات تقل ادبك. خلاص هات. انا بديك يعني حاجه من جيبي لله تعالى. تمام. بتشرط كمان علي تقول انا عايز 100 انا عايز 50. ليه يا اخي؟ طب ما انت يا ولدي ما انت يعني بالصلاه على النبي لابس نظاره. لابس نظاره يا عم. نظاره هتحاسبني على النظاره يا شيخ. طب ايه يا شيخ؟ طب اديني خالك ال 20 خلاص يا عم. توكل على الله. مش حديك. طب هات الرغيف. هات الرغيف ده. خد يا عم. روح. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. نعم وفضل. بس يا ولد انا يعني فيش رغيفين فينو حتى؟ يا عمي قوم توكل على الله. ها؟ قوم توكل على الله ولا يسهل لك. طب هات ال 20 يا عمي. قوم توكل على الله. خلاص راضي بها ال 20 انا هاته. خد وربنا يصلح حالك. اتغديتوا انتوا؟ ها؟ اتغديتوا؟ اتغدينا بدري. طب ما تشوف لي حاجه خالك. انا على اللحم بطني من الصبح. بص يا حاج. روح الله يسهل لك. اخذت رغيف واخذت 20 جنيه. ايه عايز ثاني؟ ايه عايز ثاني؟ يا ولد انا من صباحيه ربنا على وحده بيتزا. واحد البيتزا؟ اللي انت بتاكل بيتزا؟ امال يعني البيتزا كثرت علي وعلى ابوي؟ امال اشمعنى كل الناس تاكل بيتزا ما عدا انا؟ ولا البيتزا دي اتعملت للناس الاغنياء بس؟ ما انت تلم الفلوس تشتري بيها بيتزا؟ امال انت على كظروفك كويس عشان بتاكل بيتزا كمان؟ يا ولدي وحدة بيتزا لقيتها. الواد قال لي لقيت الناس بتاكل. ممكن بعد اذنك؟ ممكن بعد اذنك بس؟ بعد اذنك كده؟ بعد اذنك يعني؟ عشان مش عايزين قله ادب ومشاكل. بعد اذنك بقول لك بعد اذنك. بقول لك بعد اذنك انا. بقول لك بعد اذنك يا عم. تاني هنا البيت ما تجيش. اي بلد يا عم السائله فلا تنهر. بعد اذنك وري هات. هات ال 20 جنيه دي. هات ال 20 جنيه. هات الرغيف. طيب هات يا عم. هات الرغيف. هات ال 20 جنيه دي. هات. توكل على الله. وتاني عينك هنا ما تشوفهاش. حاضر. عينك هنا ما تشوفهاش. حاضر. يلا توكل على الله. برضه خد ولد. يلا توكل على الله. واحد معاي. يلا توكل على الله. يلا. لا يجعل دوائرك خراب يا شيخ. روح. انا بدعي لك كل يوم بس. تاني خساره فيك الدعوه. لا مش عايز ادعي. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عم. توكل على الله. هات ال 20 يا اخي. عايز اجيب وجبه كنتاكي للمره. عم توكل على الله. شحاته عايز تاكل كنتاكي. بص يا حاج صلي بينا على النبي. انت راي كبير في السن ومش وش بهدل. وتاني حاجه بدل ما تسال الناس يعني اعطوك او منعوك وانت راجل بصحتك، انا اشوف لك شغلانه. انا معايا عماره في الغردقه عايز لها غفير. انت ما عليك الا هتقعد غفير قاعد كده غفير وهديك 2500 جنيه في الشهر، زائد انه النوم بتاعتك علي يعني هديك غرفه تنام فيها واكلك الثلاث وجبات علي احسن لك من التسول ده، لانه انت راي كبير في السن وممكن يعني اللي يديك واللي يقول لك توكل على الله واللي يقول لك الله يسهل لك. فانت احسن حاجه. انا معي شغلانه ليك حلوه في الغردقه. ايه رايك في الكلام ده؟ ما انا ولدي ما اقدرش خالك اشتغل غفير،
لاني انا عندي النقرس ونظري تعبني. يعني انت ممكن يجي حرامي يخش في العماره عندك في الغردقه انا مش هشوفه. فانا ولد اديني حاجه للاخر لاني اتوقع على الله وامشي. وخالك العلاج دكتور كاتب لي علاج وكاتب لي ادويه عظام وكاتب لي ادويه نقرس وفوار. مش هقدر يا ولدي انا اشتغل غفير ولا اشتغل حاجه، دي شغلانتي ابا عن جد الشحاته دي، فانا مش هقدر استغنى عنها. مش هتعبك. وبعد كذا يا حاج انا لو مؤاخذة لي بقالي 7-8 شهور شايف العلاج هو في ايدك ده. يعني مش هينفع، انت لازم تشتغل يا حاج. لانه يعني اول حاجه الاسلام وكل الديانات بتحس على العمل. لو انت رايك كبير في السن مش بهدله. انا هريحك وهتبقى غفير ومعلق، مش هتعمل ولا حاجه. يعني هجيب واحد تاني معاك كمان يقوم بالشغل الصعب في العماره، وانت هتقعد قعدان. انا عايز اساعدك، عايزك مش عايزك تتبهدل، تخش الكافيهات وتخش الشوارع وتخبط على البيوت وتقول ادوني. مش هينفع يا حاج الكلام ده. لازم انت تشتغل، لازم عشان ربنا يبارك لك في رزقك، لانك انت راي كبير، افهم كلامي اللي بقوله لك، وانا هساعدك في القصه دي. يا ولدي انا الدكتور بتاع العظام اصلا قال لي ما تشتغلش غفير، لانه القعده هتعجزك يا حاج، لازم تلف في البلاد ولازم تمشي على رجليك. فانت يا ولدي اديني حاجه لله، خلي اتوقع على الله عشان اروح اغدي العيال، وعايز اجيب العلاج بتاعي. يعني الله يبارك لك يا ولد. انا شغل ما بحبوش بصراحه، انا دي شغلانتي دي ابا عن جد، مش هقدر اشتغل غيري. اعمل لك ايه؟ انا قلت لك انا معي شغل ليك، بدل البهدله اللي انت فيها دي واللي انت بتعمله ده. انا معي شغل، بقول لك تعال اشتغل معاي، هتقعد معزز مكرم بدل البهدله اللي انت فيها. لانه حج كده غلط عليك، انت راجل كبير والناس تهينك، والناس اللي يقول لك الله يسهل لك، واللي يقول لك توقع الله من هنا، واللي يقول لك امشي. فمش هينفع يا حج. ايه رايك هتاجي معاي ولا الله يسهل لك؟ يا ولد انا بصراحه شغل قصه الشغل دي مش هتكني ايش. فانت بارك الله فيك، واحنا ربنا يعيننا على المعايش. صلاة النبي عليك. الله يتقدر. قلت لك شوية العيش عشان تقرقشهم للخرفان. الله يبارك فيك، وري. وري كده. بس سلكنا الأول. حسلكك لحديك. حديك لحسلكك. يما القام كيف؟ دي القام كده جيبها. الناس يا الناس جاعت، قلوبها بقيت مريضه، متى بيرضوا يدوك الرغيف كامل؟ ايه انا كل ما تخبط على بيتي يديك كسري. لا حول الله يا رب. بس في صحيحه. في؟ تمام تمام والله. ما العيش الشمسي بس جايبه ياك. جايب عيش الشمسي بس ياك. هم بيدوني الشمسي بالعافيه، هيدوني فينو؟ ليه ما يدوكوش فينو يا علي؟ ويا عامل خالك. تمام، مفيش حاجة تاني؟ مش حاجة تاني؟ لا. محدش اداك بيض يكون؟ محدش يكون اداك بيض؟ اداك البيض بثلاثة جنيه، هيدوني بيض، وهم بيدوني العيش الشمسي، وبيدوني كمان العيش الناشي. بقول لك مفيش جلابية خالك معاك، عشان كل اللي يشوفني يقول لي ايه الجلابية دي؟ فيش جلابية معاك؟ ولا حيت الا غيرها هي. انا حيت الا غيرها هي الجلابية، مهيك شايفها. انا فاضل لي شوية بيني وبينك الصبر، ويمكن اسرح معاك. يمكن اسرح معاك انا. يعني هي تسرح معاي؟ هي المهنه ناقصه ولا المهنه ناقصه؟ ابري يا شيخ. خلاص بس هات، متى تجيب لي الفلوس؟ انت ما دفعتش فلوس العيش بتاع المره اللي فاتت. ما لما تجيب شويه تاني، لما تجيب شويه تاني تكترهم بس. لما تجيب شويه تاني وتكترهم. خلاص انا بكره اجازتي. وانت كمان بتاخد في الشحاته اجازه؟ ما خالك مرق علي بتتعبني من لف. خلاص هجي لك انا ان شاء الله يعني بعد بكره، وتجهز لي فلوس دي على فلوسي. حاضر. خلاص تمام.
او شوف لي جلابيه برضو خالك. ان شاء الله بس شد حيلك كده يعني ابرم كتير. لا ببرم خالك. ولم كده يعني. لم كده كتير. لا هديها لفه في المدمود. اديها لفه. ايوه ماشي يلا سلام عليك. يلا الله يساعدك.